نبقى في سورة الحجر الآية 87، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما معنى سبعا من المثاني؟ طبعا الساده الفقهاء كلهم بيقولوا انه السبع المثاني هي الفاتحه. لو كانت الفاتحه لانه عدد اياتها سبعه، معنى ذلك حاشا لله الفاتحه ناقصه، لانه قالوا اتيناك سبعا من المثاني. طيب اين البقيه سبعا منه؟ يعني عم بنسى انه سبعا منه. المثاني موجوده في كل القران الكريم بناء على الايه الكريمه بنقراها للجميع. طبعا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذا كل الكتاب مثاني وليس الفاتحة. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بسورة الزمر الآية 23. ماذا عنا بمثاني هنا؟ المثاني هي سبع أساليب بلاغية كبرى انفرد فيها القرآن الكريم، وأي كاتب أو أي شاعر أو أي مؤلف ما هو قادر يعطيني جملة واحدة من ضمن هذه المثاني. راح أعطي لسيادتك مثال. تفضل. هل أي شاعر أو أي كاتب أو أي واحد عنده بلاغة مثلا إذا قال لي ذهب زيد مع عمر، ذهب زيد مع عمر، هل أي حدا بيفهم أنه زيد سوف يذهب مع عمر إلا ذهب وخلاص؟ تمام، يعني ماضي انتهى. هل يمكن أي كاتب يعطيني صياغة الجملة بالماضي وهو يخليني أفهمها أنه هي داخل المستقبل؟ مستحيل. قال طيب لاحظ هاتك على القرآن الكريم، كل المستقبل الذي تحدث عنه القرآن الكريم جاءت الجمل بصيغة الماضي والناس لحالها بتفهمها بصيغة المستقبل. مثال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. أنا نادى فعل ماضي، ماضي صحيح، كلنا بنفهمها أنه سوف ينادي. لاحظ هذه يعني من المثاني. هلأ ما ذكرته هي من المثاني. لاحظت، تماما، هذا أسلوب بلاغي انفرد فيه القرآن الكريم. يعني ملحظ سيادتك، الله عم بيحكي لنا عن كل الاقوال والاحداث يوم القيامه كلها جاءت بصيغه الماضي. مثلا: ونادوا ان يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب هلا لا في مالك ولا في خازن النار ولا في حدا بالنار. ونادوا، يعني لاحظ سيادتك، قالوا، لاحظ سيادتك، قيل ادخلوا في امم. اذا هذا اسلوب بلاغي يستحيل على أي كاتب أو أي شاعر أو أي واحد متمكن باللغة العربية يعطيني صياغة بصيغة الماضي، ويعني ويفهم على أنه مستقبل، يخليني أفهمها لحالي أنه هي مستقبل. نعم. لحصيتك. نعم، سبحان الله. بعطي لسيادتك أسلوب ثاني. تفضل. نحن عندنا صيغة مذكر وعندنا صيغة مؤنث. نعم. يعني فرضا ما بصير أقول لك مثلا قال مريم، أقول لك قالت مريم لأن مريم مؤنث. صحيح. يعني إذا قلت لك قال مريم بتقول لي كيف عم تقول لي قال مريم ومريم هي مؤنث؟ نعم يا سيدي، الله قال عن مريم عليه السلام، لاحظت سيادتك، وكانت من القانتين. لازم كانت من القانتات. صح. قال لي كانت من القانتين، مع أنه واردة والقانتين والقانتات بغير آيات. تمام. ورد مؤمنات المسلمات قانتات، فليش قال كانت من القانتين بصورة يوسف؟ نعم. وقال نسوة، لازم قالت نسوة. لاحظت أسلوب البلاغي؟ تمام. إذن هي سبع أساليب بلاغية كبرى. نعم. كلها وردت في كل القرآن مثل ما قلنا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالمثاني راحوا حجموا لي إياها، يعني حطوها بالفاتحة بس. الفاتحة معناها هي فقط سبع آيات، ما لها علاقة، يعني الفاتحة ما فيها مثاني، يعني ما فيها هذه الأساليب البلاغية. طب ليش هون في عطف يعني سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ يعني والقرآن، لأنه هذا اللي بين إيدينا ليس قرآن، هذا كتاب، هذا كتاب، هذا الكتاب يحتوي
نعم القرآن نعم والفرقان والسبع المثاني وأحسن الحديث و يعني وال فعندنا سورة اسمها سورة الفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فهل القرآن خلق ويسمى القرآن ويسمى الفرقان ويسمى ويسمى؟ أولا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، في آية نعم نعم تلك آيات الكتاب وقرآن. طب ليش مش القرآن، تماما؟ تفضل تفضل. القرآن ليس كل الكتاب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قال ذلك القرآن لا ريب فيه. ليش موجود القرآن على 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 جلدة هذا الكتاب؟ خطأ 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 مطبعي وخطأ غير مفهوم من خلال السياق. إذا هذا اسمه الكتاب، ألف لام ميم. طبعا عندنا سبع سور تبدأ بحاميم، يعني من عندكم هي بسموها الحواميم، كلها تقول تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب، سبع سور يعني نزل عليك الكتاب، ما قال نزل القرآن. عليك القرآن. نعم. إذا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني واضحة في سورة الزمر، ما قال تلك آيات القرآن. فالقرآن هو قسم من الكتاب، هو الكتاب في كمان يعني فيه كمان أحسن القصص، في كمان منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ما قال هن أم القرآن. صحيح. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى بحث خاص، إنه هذا الذي بين أيدينا يسمى كتاب كتاب وليس من القرآن. أو سورة القرآن. البقرة، تلك آيات الكتاب المبين، ما قال تلك آيات القرآن المبين. وقلنا هلق الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ما قال قرآنا متشابها. لاحظت سيادتك؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا واضح أنه سبعا من المثاني سبع أساليب بلاغية كبرى، من ضمن الأساليب البلاغية الكل بيعرفوه والكل مندهش، لماذا أحيانا الآية بكررها مرتين مرتين خلف بعض؟ مثال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا أسلوب بلاغي، يعني لا في شاعر ولا في كاتب بيعد لك العبارة والجملة مرتين وراء بعض على الإطلاق، هاي كل المؤلفات وبكل اللغات. حدا كاتب بيحكي لك جملة برجع بكررها هي بالذات، يكررها قولا لكن لا يكررها كتابة. ملاحظتك؟ لا، القرآن قولا وكتابة. نعم. يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، رجع كرر ولا انتم عابدون ما اعبد. يعني مثال في سوره الرحمن 31 مره: فباي الاء ربكما تكذبان. في كاتب عنده الجراه ياخذ جمله ويكرر لك اياها في مقاله يكرر اي نفس الجمله 31 مره. صحيح. لاحظت؟ سبعه من المثاني. نعم رائع.